تجيب العلف للسفن اللي عليها ماشيه تسرب حاجه من الزيوت او البترول او الاسكاب البترولي. من النهارده من الساعه 6 لغايه 8 الصبح يعني 12 ساعه في 113 سفينه هيعبروا في قوافل مختلفه بدات من الساعه 6 سواء من بورسعيد او من السويس. ان دي اول مره في العالم كله برضه بنقول اهو تحدث عمليه انقاذ لسفينه حاويات بدون ما نفرغ الحموله منها. مركب اتعملت لها عمليه انقاذ والحموله بتاعتها كامله زي ما هي عليها، خرجت من مكان الشحط اللي فيه بتعمل على الماكينات بتاعتها. الحمد لله مفيش اصابات، مفيش وفيات، مفيش تسريب لا زيوت ولا مواد بتروليه، وكمان المكن بتاعها شغال والحاويات كلها سليمه، البضاعه كلها سليمه، وابحرت على طول على البحيرات المر. الحمد لله احنا الرجاله انجزت المهمه صعبه جدا في وقت قدر الله عشان لو حصل حاجه حتى للسفن اللي هي موجوده في to prevent the occurrence of such incidents and also obtaining all the tools needed to apply the three scenarios I advised him with. Once more. هي ان احنا تكلفات الخساره احنا مقدرينها في حدود من 12 ل 15 مليون دولار في اليوم. عمليه التعويضات هتبقى ان شاء الله، هي السفينه دلوقتي موجوده في البحيرات عشان التفتيش عليها طبعا بعد ما الحادثه اللي حصلت دي، لان مش ممكن نسمح لها طبعا بالابحار الا بكون مطمنين بسلامتها 100%. في نفس الوقت هيتم التحقيق هيطلع منه موضوع التعويضات. التعويضات هتبقى على مين؟ احنا كقناه السويس احنا مالناش ذنب في اللي حصل دول، احنا مضرورين اكتر من جميع الناس. فالتعويضات حبان في التحقيقات هتبقى مسؤوليه مين؟ Incident. For your question about the alternative routes, I'm quite confident that all the shipping lines that we will handle the situation as soon as possible, which happened today, and we resumed them. من العوامل أو سبب من الأسباب. قلت برضو إن الحوادث الكبيرة دائما والجسيمة زي اللي حصلت لإيفر جيفن مش ممكن يكون سبب واحد هو اللي عمل الحادثة. فكان في جزء منها للريح. أنا أعتقد برضو إن في جزء أخطاء شخصية وفي جزء ممكن تبقى فنية. احنا قلنا ان هي دخلت البحيرات النهارده الساعه 6 داخله علشان اولا نفتش عليها على المركب، تمام، هي انسبكشن نشوف ايه المعدات بتاعتها كلها صالحه لا عشان هتعبر بعد كده كان سويس اتجاه الشمال، فلازم نفتش عليها كويس جدا. خلال الفتره دي هيتم معاها موضوع التحقيق و الاجراءات التحقيق مش احنا اللي هنعملها، جنود التحقيق مش احنا برضه اللي هنعملها، يعني حاجه خارجه مش من قناه السويس، يعني كان جزء منها هناخده تحقيق، لكن في جهات اخرى هيتم معاها التحقيق. مش هتمشي طبعا غير لما يخلص التحقيق ونحط القرارات بتاعه التحقيق ده.